عليكم ورحمة الله وبركاته، شهر كريم وتقبل الله طاعتكم. انتقينا لكم مواضيع طبية متنوعة للاعتناء بصحتكم مع نخبة من الأطباء، موضوع طبي جديد في حلقة اليوم، لنتابع. أورام الدماغ هي كل أنواع الأورام التي تظهر داخل القحف أو في قناة العمود الفقري المركزية، وهي تنجم عن انقسام غير طبيعي للخلايا ولا يمكن السيطرة عليه. غالباً ما يكون ذلك في المخ نفسه، لكنه يحدث أيضاً في النسيج الليمفاوي وفي الأوعية الدموية وفي الأعصاب القحفية أو في أغلفة المخ، السحايا أو الجمجمة أو الغدة النخامية أو في الغدة الصنوبرية. داخل المخ يمكن أن تكون الخلايا التي يحدث بها الانقسام عبارة عن خلايا عصبية أو خلايا دبقية، والتي تشتمل على الخلايا النجمية والخلايا الدبقية قليلة التغصن وخلايا البطانة العصبية. كما يمكن أن تتسبب السرطانات الموجودة في الأعضاء الأخرى، الأورام الخبيثة، في انتشار أورام في المخ. ويكون أي ورم في المخ بطبيعته خطيراً، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب طبيعته الغزوية والارتشاحية في المساحة المحدودة في التجويف الموجود داخل الجمجمة. ومع ذلك فإن أورام المخ حتى تلك الخبيثة لا تكون قاتلة بصفة دائمة، خصوصاً الورم الشحمي الذي يكون حميداً بطبيعته. ويمكن أن تكون أورام المخ أو الأورام التي تظهر داخل القحف سرطانية خبيثة أو غير سرطانية حميدة. ومع ذلك تختلف تعريفات الأورام الخبيثة أو الأورام الحميدة عن تلك المستخدمة بشكل شائع في الأنواع الأخرى من الأورام السرطانية أو غير السرطانية في الجسم. ويعتمد مستوى التهديد على مجموعة من العوامل مثل نوع الورم وموقعه وحجمه وحالته من ناحية التطور. ونظراً لأن المخ يكون محمياً حماية جيدة من خلال الجمجمة، فإن الاكتشاف المبكر لأورام المخ لا يحدث إلا عندما يتم توجيه أدوات التشخيص تجاه تجويف داخل الجمجمة. وغالباً ما يحدث الاكتشاف في المراحل المتقدمة عندما يسبب الورم أعراضاً لا يوجد لها تفسير. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. ضيفي لهذا اليوم الدكتور فيصل الهجري، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير دكتور. دكتور، في البداية أورام الدماغ، ماذا نعني بأورام الدماغ؟ بداية الدماغ هو يمثل حجر الزاوية في تكوين الإنسان. الدماغ يعني جعل الله عز وجل هو المسؤول الأول عن كل القضايا الحيوية فيما يخص جسم الإنسان، وهو الكنترول الأساسي في عملية الحياة البيولوجية للإنسان. الدماغ من حيث التشريح العلمي يتكون من 5 أقسام أو 5 فصوص كما نسميها: الفص الأمامي الذي موجود في الجبهة، الفص الجداري الصدغي، وكذلك الفص الكذلي في مؤخرة الرأس. كل فص من الفصوص هذه مسؤول عن عملية وظيفية محددة داخل جسم الإنسان. إضافة أن جسم الإنسان أو الدماغ يزن ما يعادل 1500 ملي جرام، يعني كيلو ونص إلى كيلو ونص. إلا وظيفتها الأساسية تنطبق على مكان الوظيفة الموجودة لدينا في المكان المحدد في المراكز المحددة داخل جسم الإنسان. البعض يقسمه على أساس أنه دماغ علوي ودماغ سفلي، بما يضاف إليها كذلك المخيخ وكذلك جذع الدماغ. وكل منطقة داخل التشريح الوظيفي لدماغ الإنسان مسؤولة عن وظيفة حيوية ومهمة جدا. اليوم الذي يتأثر فيها أو يحدث فيها خلل وظيفي، سواء كان خارج إطار الدماغ كالإصابات أو ما شابه ذلك، أو داخل البنية النسيجية للدماغ، مما يؤثر على الوظيفة الأساسية للإنسان أيا كانت أو أيا مكان الإصابة. طيب كيف تتكون، لو أتينا عن تكون أورام داخل الدماغ، كيف تتكون؟ في البداية كل الأورام أيا كان، سواء في الدماغ أو خارج الدماغ،
ما يعادل 90% غير معروفة السبب، ما يسمى لدينا idiopathic يعني unknown causes يعني غير معروفة السبب. هنالك لدينا عوامل مساعدة هي المسؤولة عن عملية نمو أو تكاثر أو زيادة حجم الورم أو إصابة الشخص بالورم، منها مثلا على سبيل المثال الحاصل التعرض للإشعاع، السموم أيا كانت خصوصا داخل اليمن ما يخصنا في قضايا الكات والسموم الذي يتم استهلاكها واستخدامها على المزروعات داخل البلد بطريقة غير منظمة وغير مرتبة، التدخين، طريقة العمل، الوظيفة، فيها جانب وراثي، فيها جانب جيني، فيها أكثر من سبب متداخل أو عامل مساعد والذي بيساعد لنا على قضية ظهور أو وجود الأورام. كذلك الإصابات أيا كانت، سواء كانت رصاص أو ضربة أو سقوط سابق أو ما شابه ذلك. الالتهابات نفس الكلام، هي جزء من العوامل المساعدة في ظهور بعض الأورام داخل الدماغ. طيب كيف يعرف الشخص المصاب بأن لديه ورم في الدماغ؟ سؤال مهم. ما يهمنا حقيقة أن يتنبه الإخوة المشاهدين عموما، لدينا أعراض محددة أرجو أن نستوعبها بشكل مبسط. في حال إذا لا سمح الله شكى منها أي عضو داخل الأسرة أو أي مريض أو أي شخص، ينبغي أن يتوجه إلى الدكتور المختص. يعني أول جزء من الأعراض، للأسف بعض الأورام قد تستمر سنوات بدون أعراض، لا تظهر إلا لما تصل إلى مرحلة متقدمة جدا وتبدأ عملية الذي نسميها الماس إفكت أو كتلة أو آثار الكتلة داخل الدماغ. لما تزيد الكتلة، طبعا كما هو معروف لدينا أن الدماغ كما تكلمنا ما يوازن 1500 ملي جرام، 150 ماء و 150 دم، والجمجمة عظم مغلق، وبالتالي في حال حدوث أي طارئ جديد أيا كان، زيادة في الدم كالنزيف ولا زيادة في الماء زي الاستسقاء الدماغي أو زيادة في النسيج الدماغي كالأورام أو الالتهابات، إذا زاد الحجم تظهر عليه الأعراض التالية. يعني أولها قد يكون لدينا صداع، والصداع هذا حلقة مستقلة قائمة بذاتها. الصداع واحد من الأسباب الرئيسية الذي ممكن يشخص على ضوء الإنسان مع كثير من الأعراض المرافقة للصداع. رقم واحد الصداع، اثنين الغثيان والطرش، اضطراب الرؤية. هذول الثلاث الأشياء الأساسية التي هي عبارة عن مؤشر لارتفاع ضغط الدماغ. يعني تكون مجتمعة. مجتمعة. إذا اجتمع لدينا صداع شديد مع طرش وغثيان مع اضطراب في الرؤية، هذا مؤشر أساسي أنه لديك مشكلة حقيقية داخل الدماغ أيا كانت، سواء كانت التهاب أو كان لديك نزيف لا سمح الله أو ورم. هذا الثلاث المؤشرات نسميها مؤشرات ارتفاع ضغط الدماغ. من السهولة بمكان أن يعرفها أي شخص أيا كان مريض. في حال وجود هذا الثلاثة، ينبغي أن يزور المريض أو المصاب أقرب دكتور أو مختص ليتم الإطلاع على الحالة. لدينا أعراض مرافقة كما ذكرنا أن الدماغ عبارة عن مجموعة من المراكز الوظيفية. في حال تأثر أي مركز وظيفي أو وجود الورم في المركز الوظيفي أيا كان، تبدأ تظهر لنا أعراض. يعني جزء منها على سبيل المثال، لو حدث لدينا ورم في الجبهة في الفص الجبهي، وهذه نقطة نحب أن نركز عليها كثيرا بالذات لدينا في اليمن، نحن نتعامل مع القضايا على أساس ثقافي مجتمعي، لا نتعامل مع المرض للأسف الشديد على أساس أنه مرض عضوي ينبغي أن يراجع فيها الطبيب. ما يحدث مثلا في أورام الفص الجبهي أو الجبهة، يحدث لدينا اضطراب سلوكي، يتغير سلوك الشخص المصاب وبالتالي يتصرف تصرفات يستطيع الذي يلاحظه كأنه مجنون، وبالتالي يتم التعامل معه على أساس أنه مجنون أو ما يسمى بالمس أو التباس بالجن أو دخلنا في مربع آخر أنه حالة نفسية. وللأسف الشديد تظهر كثير من الأعراض، مثلا يصل إلى مرحلة أن يخلع ملابسه، ممكن يخرج عريان، يتحدث بكلام وربما يسرف في الكلام وكثرة الكلام، ممكن يصل إلى مرحلة من الانتحار، ممكن يصل إلى مرحلة جزء من المصابين قد يصاب بشبك جنسي، يعني قد يحدث عندها الاضطراب الوظيفي داخل الدماغ، وبالتالي أي مرأة يشوفها في الشارع ممكن يتصرف معها تصرف لا أخلاقي. المجتمع يصنف على طول، والمجتمع ينظر إليه وكأنه جنان. أنا أذكر مثلا تعرضت لمجموعة من الحالات، جاءتني من أكثر من مكان من اليمن، من أكثر من محافظة، وتم التعامل معها لمدة 3 أو 4 سنوات على أساس أنها
مرض نفسي، أنه جنون، أنه صرع، تم ضرب المرضى سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، تقييدهم، سجنهم. وفي نهاية المطاف عندما تم والحضور إلينا، مجرد أشعة بسيطة كالذي الأشعة المقطعية أو ما نسميها الكمبيوتر، ما يعادل 15-20 ألف، واتضح أن لديه ورم كبير في الفص الجبهي، هو السبب الرئيسي في الكلام هذا تماماً. مجرد أن تم إزالة الورم تراجع ورجع المريض أو المريضة إلى وضعها الطبيعي بكل سهولة. فنحن نركز على مثل هذه القضايا، أنه يعني إذا وجدت أنت، ليس كل من يعاني مثلا من قلق أو سهر أو كثرة كلام أو عدم تركيز أو بدأ تتغير سلوكه معنى أنه مجنون أو لديه مس، ينبغي أن يراجع الطبيب. وكذلك نصيحة للأخوة الأطباء أيا كانوا، سواء من الأطباء العموم أو الاختصاصيين، أن يولي هذا الموضوع اهتمام. يعني أنا أذكر لدينا حالة جاءت من منطقة معينة من اليمن، مرت على أكثر من 15-20 طبيب وأخصائيين، لم يتنبأ أحد للموضوع هذا. يعني كان من السهولة أن تعمل أشعة مقطعية وتنهي معاناة هذا الشخص الذي جلس يعاني أكثر من 3 سنوات. يعني دكتور، بالأشعة المقطعية العادية ممكن تستطيع أن تحدد هذا الكلام كله، مش بأجهزة مثلا، ليس بالضرورة أو صعبة. وبالتالي لدي حاجة أساسية أنا كطبيب يتم التعامل معها من المريض، ما نسميها الذي هو التاريخ المرضي. مجرد أن أجلس مع المريض، أسمع كلامه، أسمع الشكوى، أحللها، أخذ وأعطي معه أو مع المرافقين، وبالتالي ما يسمى القصة المرضية، ستستطيع أن تصل إلى 70% أو 90% من التشخيص، مجرد الكلام مع المريض والمرافقين، إضافة إلى الفحص السريري طبعا. ما يكمل الاستنتاج النهائي والتشخيص النهائي هي الأجهزة التشخيصية المتعددة، والذي على رأسها مثلا الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تخطيط الدماغ وإلى غير ذلك. عرض آخر مثلا أن يأتي صداع ويأتي طرش واضطراب في الرؤية، وخصوصا لدى النساء، ينبغي أن يؤخذ الموضوع هذا بموضوع بجد، لا نتعامل معه على أساس أنه شقيقة أو شيء من هذا القبيل. صداع يستمر أكثر من 7 أشهر، ينبغي أن تولي اهتمام بالغ، ولا سيما يستمر يعني 7 شهور فما فوق، ينبغي أن يعطى اهتمام بالغ وحقيقي، وأن يتم التعامل مع المريض لا على أساس نحن الأطباء في بعض المرات نتعامل وكأنه نوع من مبالغة بعض المرضى، وخصوصا البنات في السن العمري المتوسط، وهذا نوع من الإجحاف في حق المريض. ينبغي أن تأخذ شكواه السيرياس كما يقال، يعني أن تأخذها بجد. لأنه صداع أكثر من 7 شهور، مجرد أنك تعمل له أشعة ولا سيما الرنين المغناطيسي أو تصوير الأشعة شرايين الدماغ، في الغالب تظهر لدينا تشوهات خلقية في شرايين الدماغ، تظهر لدينا أكياس خلقية غير متوقعة، تظهر لديك أورام غير متوقعة، يظهر لدينا خلل وظيفي في الغدة النخامية. يعني بنت تأتي إليك بصداع متكرر مع اضطراب في الرؤية، مع اضطراب في الدورة الشهرية، ينبغي أن تأخذ الموضوع بروية. مجرد أن تعمل فحوص فتتضح أن لديها ورم موجود في الغدة النخامية أثر عليها بشكل خطير، تأخرت لديها الخلفة، زاد وزنها، الرجل ربما يزيد يصاب بمرض يسمى العملكة، أعراض مختلفة تماما. طيب دكتور، الموضوع كبير جدا، لو في حال يعني لو أتينا إلى العلاج في حال وجود الورم، هل غالبا كثير من الناس يتخوفون من موضوع الجراحة وما جراحة، هل الحل مباشرة الجراحة؟ لدينا مفهوم يعني خاطئ في تقييمنا الأمراض وجراحة المخ والأعصاب عموما داخل اليمن، خصوصا في هذه منطقة خطيرة. في هذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن يغفر للدكتور أمين الكمالي وأن يتقبله في الصالحين، وهو كان واحد من الأعلام الذين بدأوا لجراحة المخ والأعصاب داخل اليمن. الجراحة المخ والأعصاب في اليمن يعني حديثة عهد، يعني من الألفية ربما، من أواخر التسعينات أو بداية التسعينات بدأ وجود جراحة مخ وأعصاب، تعددت مع الانفتاح الأخير الأكاديمي والتبادل الثقافي، ساهم مساهمة كبيرة في إثراء هذا التخصص الموجود داخل اليمن. لدينا نظرة شعبية حول المخ والأعصاب بأنه حاجة مرعبة، وهو للناس الحق أن يتخوفوا في جانب هذا، لأنه أنا لا أملك إلا رأسي ودماغي، أنا لن أسلمك أصبعي، أنا سأسلمك رأسي تعمل فيه ما تشاء. يعني صحيح، كونك ستعمل عملية، سأخضع لتدخل جراحي سواء في الحبل الشوكي أو العمود، من حق المريض أن يفهم ما عنده، من حق المريض أن يفهم
أنه لديه إصابة معينة ينبغي أن توضح له بأبسط الكلمات وبأقل العوامل النفسية للمريض، لأنه نحن لسنا زي المجتمعات الغربية ينبغي أن تشرح له الصغيرة والكبيرة. نحن الشرح يتم للمرافقين أكثر من المريض، لأنه المريض مجرد أن تقول له عندك ورم، واحدة من الأعراض للورم الذي موجود عندك تصاب بشلل، قد يكون لديك عدم تحكم في البول والبراز، قد يكون عندك يعني مشكلة في الكلام، لن يوافق على أي علاج أيا كان، ناهيك عن التدخل الجراحي. فنحن في بيئة ثقافية لا تسمح بهذا الكلام، نحن في أنت بتنحت في الصخر على أساس أن يفهم الناس هذا الكلام. للأسف تدخل بعض المجالس ويفتي بالأخوة الموجودين بالذات في المكايل، يفتي في تخصصك أكثر مما تفتي أنت، ولدينا هوس في الجانب هذا للأسف الشديد. والنساء كذلك في عملية التفرطة كل واحدة بتجيب ما لا يعقل. هذا لابد من تكثيف التوعية، نحن بحاجة إلى توعية، وفي نفس الوقت أن هذه أورام وهذه أمراض ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. صحيح. اليوم في ظل وجود التقنية الموجودة وجود الكوادر المؤهلة، الحمد لله تحسن أداءنا في مجال جراحة المخ والأعصاب بشكل ملحوظ، خفت عملية السفريات إلى الخارج، وجود كفاءات يمنية متميزة أضفت جانب إيجابي في هذا التخصص والحمد لله. نعم دكتور، الموضوع مهم جدا وكبير جدا، لكن لم يعد لدينا متسع من الوقت. شكرا لك دكتور الدكتور فيصل الهجري، استشاري جراحة المخ والأعصاب. أهلا وسهلا لك. شكرا جزيلا. أنتقل وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى فقرتنا التالية التي نتحدث فيها عما تكلم عنه الطبيب من أجهزة يمكن أن تساعدنا في الكشف عن مثل هذه الأورام. إلى تابع. أعزائي المشاهدين، لابد لنا من المحافظة على أجسامنا سليمة ومعافاة باتباع الطرق الصحيحة للاعتناء بها، فلا أغلى من العافية. شكرا لمتابعتكم، كما الشكر أيضا لراعي برنامجنا مستشفى المنار التخصصي محافظة إب. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.